يعد غير مقبول ولا يعتد به، واعتبارا لكون ترشيح السيد محمد الزين استوفى كل شروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليه المؤتمر الوطني 14 للحزب. ترشيح السيد محمد الزين استوفى كل الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمؤتمر الوطني، تعلن قبول ترشيحه كمرشح وحيد لمنصب الأمين العام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إدريس زويني، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، مرشح لمنصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. يعني بخصوص تعديل النظام الأساسي وخاصة ما يتعلق يعني بفرض شروط جديدة لترشيح المنصب للترشيح لمنصب من قبيل اشتراط ولايتين في المكتب السياسي للترشح لمنصب الأمين العام، اللي غادي نقولوا أن هاد تعديل في حد ذاته يطرح إشكالات. أولا، تعديل النظام الأساسي هو حق المؤتمر، وبالتالي لا يمكن مصادرته يعني من قبل أي جهة، لكن آثار التعديل تكون إلا في المستقبل، أي بعد يعني في المؤتمر المقبل، على اعتبار أن تطبيق آثار هذا التعديل وإسقاطها على انتخاب أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي سيؤدي إلى عدم تنظيم هذا المؤتمر بأعضاء المجلس الوطني الحاليين، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على منصب الأمين العام. هذا المؤتمر يعني أعضاء المجلس الوطني الحاليين، يعني منين كنقول ترشيح لمنصب الأمين العام وفق يعني مقتضيات النظام الأساسي الذي تم التصويت عليه، يعني وهو الذي حكم تنظيم هذا المؤتمر، وبالتالي تطبيق التعديل لن يكون بأثر رجعي، وهذا مبدأ دستوري. أي تطبيق يعني هذا المقتضى سيؤدي إلى إلغاء حق منحي يعني التدبير يعني النظام الأساسي التي تمت المصادقة عليه، وبالتالي يعني أن ما يمكنش يدخل هذا النظام الداخلي ولا النظام يعني الأساسي حيز التنفيذ إلا بالمؤتمر أو في المؤتمر المقبل. وبالتالي يحق لي كمتضرر يعني أن ألتمس يعني أن يعني المساء بحقي المكتسب يعني في الطعن امام القضاء. كنتي المسطره القضائيه، واش ما علمتيش واحد الحرب مع الاعضاء ديال الحزب الحركه الشعبيه؟ لا، بالعكس، قمه الديمقراطيه انك حينما تتعرض للظلم وللحيف داخل حزب لا يتسع للجميع، يعني يبقى الباب الوحيد والاوحد هو اللجوء الى القضاء. اولا، انا كنت عارف هذا الشيء غادي يوقع، لذا جبت اعوان قضائيين باش يشوفوا هذه العمليه كلها. علاش هاد الناس خايفين من الحزب؟ كنقول لك باللي انت ما توفرنش فيك الشروط انك ترشح للامين العام. بالعكس، لماذا فتحتم باب الترشيح وانهيتهم قبل المصادقه على النظام الاساسي؟ مبدا الدستوري واضح، يعني رجعيه القوانين لا يمكن. وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.